موقع انترنت للحصول على صور بامكانك اصلا تعديلها وتغيير الالوان كما تريد. مثلا نختار هذه الصوره، تستطيع ان تحذف بعض الشخصيات مثلا هكذا او شخصيه اخرى، تستطيع تغيير اللون الاولي في الصوره، تستطيع ان تخفي بعض الاوبجكت في الصوره، واخيرا وليس اخرا تستطيع طبعا تغيير الصوره بشكل عام هكذا، وتستطيع تحميلها بصيغه اس اف جي او بصيغه بي ان جي كما تريد، وتحميل لا يستحق ان تكون لديك حساب في هذا الموقع. عندما اضغط على داونلود بي ان جي ياتيك بهذه النافذه صحيح، لكن حين تغلقها يتم تحميل مباشره، لست مجبرا على فتح حساب، وتحصل على الصوره هكذا.